ترهيب الفلسطينيين أثناء تفتيش منازلهم باستخدام الكلاب الإسرائيلية. هذا ما ورد في تقرير لصحيفة هآرتس قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين غزة وتل أبيب. انتقادات عادت إلى الواجهة بعدما كشفت إسرائيل اعتمادها على الكلاب في المعارك الحالية، تخاطر بحياتها من أجل الجنود الإسرائيليين، وهي أول من يدخل أنفاق ومتاهات حركة حماس. كلاب بوليسية مدربة تستخدمها إسرائيل ضمن عملياتها العسكرية في قطاع غزة. فماذا نعرف عنها؟ عوكيتس، والتي تعني بالعبرية اللدغة، اسم يطلق على وحدة إسرائيلية تابعة للقوات البرية. مهمتها الرئيسية استخدام الكلاب المدربة لمهام حصرية في إطار عمليات عسكرية: الهجوم، البحث، الإنقاذ، الكشف عن المتفجرات ومواقع الأسلحة. مهام مختلفة تشارك فيها هذه الكلاب جنباً إلى جنب مع القوات العاملة في الميدان. 16 شهراً هي مدة الدورة التدريبية التي يخضع لها حوالي 100 جندي سنوياً للانضمام إلى وحدة الكلاب البوليسية الإسرائيلية، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت. وفي حرب إسرائيل ضد حركة حماس يتم الاعتماد على هذه الكلاب في كشف متاهات الأنفاق والمباني المدمرة، إذ يزودها الجيش الإسرائيلي بكاميرات فيديو ويرسلها لتطهير المناطق المستهدفة بغية الوصول إلى الرهائن أو مقاتلي حركة حماس. جدل واسع يثيره الاعتماد على هذه الكلاب في العمليات العسكرية، خاصة بعد الإعلان عن مقتل عدد منها منذ 7 أكتوبر. وضع وصفه البعض بغير القانوني يجعل من هذه الحيوانات سلاحاً بيد الجيش الإسرائيلي.